يلا مساء الخير ومساء الفن على الجميع. اهلا بحضراتكم، معانا فقره فنيه ندردش فيها كده دردشه حلوه. يعني اولا الفن الشعبي بعتقد ان هو بيروق للكثيرين، خاصه احنا عندنا هنا في مصر عندنا قامات كبيره، اول بقى عدويه، حسن الاسمر، اسماء كتيره، نبدا وما نقفلش القوس وما ننتهيش، ودايما بيكونوا هم الرواد الاوائل كده. منهم الحكمدار، طبعا حكمدار الاغنيه الشعبيه، عبد الباسط حموده، بعتقد هو دلوقتي زي ما بنقول كده هو الاب الروحي للمطربين. فاحنا اولا بنستمتع بيه وبنستمتع كمان بشخصيته المميزه، وعنده تفاصيل حلوه كده لما نتكلم معاه. هو معانا دلوقتي في تلفزيون اليوم السابع عشان نعرف جديده، عشان ندردش معاه شويه في الاغنيه الشعبيه وغيرها. حكمدار، أمورنا يا جميل، ازيك يا فنان؟ الحمد لله ايه الاخبار؟ كله حلو؟ صحتك كويسه؟ تمام يا جميل. اولا انت غايب، معرفش انت مختفي فين، مركز مع الاعلانات اكتر ومش بنشوف لك جديد. رمضان فيه خطوة زي رمضان اللي فات ولا هتختفي؟ ممكن تزعقي شويه، ازعق اكتر من كده؟ لا عشان الصوت واطي قوي. الصوت واطي، بقول لك انت مختفي فين، مركز في الاعلانات والاغاني مش لا والله مش مركز في الاعلانات، بس قدامي صحيح القرف ده عندنا الكورونا دي مش شهور في داهيه. انت بتقرا بالكورونا. ويا رب ربنا يا رب كده، وربنا يبارك في مصر واهل مصر ويبقى اولاد حلال ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي في حاجه في رمضان اللي جاي ده ان شاء الله؟ ده رمضان اللي فات كنت مشارك في مسلسل فيه قامات يعني كبيره، فنانات كبار، نبيل عبيد بعتقد وسناديا الجندي وغيرها. لا ما فيش حاجه جد. مش هتعمل حاجه خالص ولا اغاني لتترات مسلسلات؟ ده برضو بسبب كورونا؟ لا من هنا رمضان ربنا يا رب. اقصد لا يعني ما تعرضش حاجه ولا تعرض وانت قلقان من فكره الكورونا دي زي ما قلت؟ لا والله اتعرض، بس انا اللي مرضتش صراحه. ليه؟ كده الواحد الكورونا والدنيا. ايوه يا شايف الكورونا، ما انا بقول لك. والزحمه بقى والحاجات. طبعا افراح بقى وتجمعات وكده مستحيل تروح تحيي فرح. لا كل ده ممنوع، ممنوع كده. ده قرار شخصي منك ولا عندك المدام في البيت مشدده على الاجراءات الاحترازيه؟ لا 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 انا ده قرار مني انا. ربنا يعني يفك الغمه دي والله، لانك وحشتنا وزمانك وحشت ناس كتير برضو. يعني اللي عنده فرح او حاجه يحب الحكمدار يحيي له الحفله او الفرح، فان شاء الله. النهارده الافراح يعني ده كله بيعمل تشهات ويخلص. لا ليه ازاي؟ في فنانين كتير بيحيوا افراح عادي في الفتره دي، اسماء كبيره يعني. ما احنا بنروح بس بيبقى خفيف يعني. لا بتحضر افراح كمجامله تقصد؟ لا بنروح بس الكورونا بقى منعنا شويه، وكله بيخاف من الكورونا. كل النهارده بيعمل شغاله مثلا لحد الساعه 10 والسلام عليكم. طبعا هي بقى ليها توقيتات معينه، الافراح مش زي الاول. طيب خليني وانا بدردش معاك كده، انا بدات كلامي بانه الاغنيه الشعبيه او كل مجال معين بما فيهم الاغنيه الشعبيه بيبقى ليها كده الرواد الاوائل وبيبقى ليها الاساتذه بتوعها. حلو. الفتره الاخيره المفروض الاجيال الجديده اللي بتيجي بتحترم ده. فوجئنا بمعركه كده كلاميه زي ما بنقول على السوشيال ميديا بين سعد السعدي وعمر كمال، معرفش اكيد تابعتها، كان ليك رد كمان على الموضوع. لا هو انا عايزك تعلي صوتك بس يا حكم دور عشان مش سامعاك. هو سعد الصغير غلط، احنا صلحنا الغلط يعني الحمد لله. يعني انا رضيت العيال واتكلمت على الاقل. ايه ده، استنى، انت يعني انت صلحت سعد الصغير وعمر كمان؟ لا مال صلح. لا ليه صلح؟ لا ده الصح خير. سعد اصلا طلع قال كلام كده في كله، طلع قال لك حموده كان بيشتغل ومعاه ناس بترقص، طبعا دي ما حصلتش من 45 سنه. كان بيشتغل وايه؟ انا بس لو ينفع نعلي الصوت من عندنا يا حسام، او انت يا حكم دار تعلي صوتك شويه، معلش انا اسف عشان ابقى سامع حضرتك كويس. اتفضل. سعد الصغير بيغلط في الناس، والناس ربنا يسالهم ويكرمهم يا رب. وماله
هو قال ايه على فكره الفن الشعبي بشكل، مع انه بيصنف كده حكم دار، يعني هو بيصنف برضو مغني شعبي، ولا انت بتشوف حاجه تانية؟ لا انا عمري ما غنيت، وكان ورايا استعراض من حياتي ما حصلتش، ولا سيبه ورا استعراض، ولا طارق الشيخ ورا استعراض، احنا مش بتوع الكلام ده. يقول لك انا نجم عن عباس حموده عشان انا ايه بيقلدني، وكان ورا طارق استعراض عشان يعمل ترند يعني. عبد الباسط حموده بيقلد سعد الصغير؟ انا برضه قلد سعد الصغير. لا هو بيقول كده يعني، هو بيقول كده ان انا بجيب يعني فرقه استعراض ورايا بتجملني من بعد 45 سنه عمري ما عملتها، ولا سيبا عملها، ولا طارق عملها، ولا حد عملها، ولا الليش عملها. لكن ما بقى عمر كمال ومش عمر كمال وقعد يخبط فيه. ايوه انت يا حكم دار، انت يعز عليك ان هو خبط فيك، ولا خبط في الاغنيه الشعبيه بشكل عام، ولا ان هو دخل؟ انا هو يقلق لان هو من امبارح بيقول انا عايز اراضي ابويا وعايز اشوف ابويا ومعلش وغلطه لسان وكده. لكن عمر كمال بصراحه ربنا محترم، الواد مؤدب وما بيغلطش في حد، وحمو بيكا ده اطيب من الطيار، ما بيغلطش في حد، وشاكوش ما بيغلطش في حد. العيال بتقابلنا بصراحه بيبوسوا ايدينا وبيسلموا علينا وعاملين ايه، وبعدين يقولوا لنا انتوا التاريخ. احنا بنتعلم منهم بصراحه. انت طالع تخبط ليه عم سعد؟ تخبط في العيال ليه؟ وبتخبط فينا ليه؟ عايز تعمل ترند؟ سعد الصغير بيصنف يعني يتحط مع تصنيف عمر كمال وبيكا، يتحط مع تصنيف من المغنيين الشعبيين في الدار، انت سمعت؟ سمعت. بقول لك سعد الصغير يتحط في تصنيف المغنيين او المطربين الشعبيين، يعني يتصنف يتحط في نفس البيت بتاع كمال وبيكا كده؟ ما بيغنيش؟ ده ما بيغنيش. امال بيعمل ايه؟ ده بتاع حالته وراحته بس. بتاع ايه؟ وده مطرب برضه يعني؟ انت مش شايفه مطرب شعبي خالص، هو مش في التصنيف. لا لا لا، هو مطرب. انا بسألك انت الحكمدار، انت هو مطرب؟ انت اللي تقولي معايا هو مطرب؟ انا بسأل، انا اسأل وانت تجيب يا حكمدار، انا معرفش. انت الفنان، انت اللي تفهم. يعني هو مش مطرب، انت بتقولي هو مش مطرب. لا مش مطرب طبعا، بقى بيرقص استعراض يعني اكتر، بيرقص استعراضة. العنب 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 بس نجحت يا حكيم دار ساعتها. ها؟ نجحت يعني ساعتها الاغنيه دي تحديدا. الست هو بالنجاح. ايه؟ النهارده مفيش لا راس ولا هوجه. ما دلوقتي المغنيين اللي بيصنفوا شعبيين نجاحهم بيتقاس بالمشاهدات، هل هم عندهم صوت حقيقي؟ لا، في ناس كتير كده. لا ال ال بعض عمر كمال بيغني. مين تاني بصراحة كويس؟ وشاكوش بيغني بصراحة، أن نكون صريحين. وحمو بيكا. حمو بيكا ده طيب قوي وابن نكتة قوي. طيب قوي وابن نكتة قوي، بيغني كويس في التصنيف ولا لا؟ لا دمه زي العسل. حلو، انا بسال سؤال محدد. هو عشان ربنا بيحبه جايه معاه. جايه معاه، يعني هو مش في التصنيف بس جايه معاه. جايه معاه. ويا ست ربنا يسهل له كل من كل مجتهد نصيب. طب انا عندي سؤال، بما اننا بنتكلم في حته المهرجانات، هل المهرجان غطى على الاغنيه الشعبيه او الفن الشعبي زي ما بيقولوا، ولا ما تنفعش ما تجيش؟ لا ده ام كلثوم قالت لك ده مستحيل اهدي مين؟ مش قالت لك كده؟ طبعا قالت لك هو ده اللي مش ممكن ابدا. يعني الشعبيين ثابته وجودها. طيب انا عايزه منك رد بس عشان نقفل موضوع سعد الصغير ده. هو اولا هو حاول يعتذر لك بتقولي، ولا ايه اللي حصل؟ حاول يعتذر لي وانا ما قبلتش. ما قبلتش اعتذاره؟ ما قبلتش. في اي حد حاول يعمل محاولات للصلح بينكم او كده؟
ويغلط في الناس ليه؟ ما انت بتقول لو كان عايز يعمل لقطه او ترند او كده و يعني زي ما بيقول. ما قبل كده قال لك حكيم عايز ياخد فرقته والكلام ده ما حصلش. بقى حكيم هياخد فرقه شعب. ده كلام عشان يعمل ترند. وقعد يخبط ويخبط هنا ويخبط هنا ما ينفعش. في ناس تقول لك يعني سعد الصغير كان في وقت من الاوقات يعني مطلوب او الشغل اللي بيعمله ده بياكل مع ناس كتير دلوقتي نجمه قوي. كويس هسمعك. هي هوجه. اسمعك. هي بتبقى هوجه وبتروح لحالها. ما هو ده ما انا لسه بسالك اهو. يعني دلوقتي ما استني الشعب عمره ما يتعوض. مفيش خلاف. بس وجوده لحد دلوقتي. طبعا. مفيش كلام. ولا ايه؟ طبعا طبعا مفيش كلام. دي هوجة وبتروح. والناس دي ربنا بيكرمها. احنا نتدخل في رسوم ليه؟ ما تسيب الناس تاكل عيش. ما تخبطش في حد يا عم سعد. ما تخليك في حالك. صح ولا لا؟ طبعا. لا بالذات الحكمدار بتاعنا. لا ما يخبطش في حد. طيب قول لي انا ربنا. انا عايزه برضو اطلع من النقطه دي. اولا امبارح كان عيد الام. مش كده؟ طبعا. عايز اعرف جبت ايه لام رامي؟ انا وراء كل رجل عظيم امراه. فانت متهيألي كده بقى جبت لها هديه حلوه. والله العظيم جبت لها دهب. بتشوشني جبت لها دهب؟ اه الله اكبر. انا اعرف انا حد قال لي ان انت برضو يعني بتجيب لها هدايا دايما الحقيقه. يعني في اي مناسبه انت فاكرها؟ عيد ميلادها اللي فات سال عادل عبد الله وسال اخوات اللي كانوا عندي. هو وقفوا قدامي هو عادل عبد الله. جبت لها شقه اسالها عادي. جبت لمراتك شقه في عيد ميلادها اللي فات. الله اكبر. هو عارف عادي. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. وكل سنه وهي طيبه برضو سلم لنا عليها. احنا فرحتنا بقى منى في فرحها يوم الاحد دي عندنا بالدنيا كلها. ما شاء الله. وربنا الف مبروك يا رب. الف مبروك يا حكم دار. ربنا يزيد افراحكم دايما كده. ربنا يخليك. مش هتغني لي ولا؟ والله مفيش فايدة. صوتك عامل ازاي؟ صوتك تعبان؟ لو صوتك تعبان مش عايزة اضغط عليك. يا رب يخليك يا استاذ. الله يخليك يا استاذ. كلميني على كل اللي عندك، على الناس المحترمة المؤدبين. بص الصالة كلها بتسلم عليك والناس كلها بتسلم. وكلميني على الضبط العادل عبد الله اللي بيحب ينيمني. حاضر انا يوصل. الله يخليك. احنا سعداء بوجودك معانا والله وبنتمنى لك دايما يعني تبقى دايما منور كده في الامة. انا سعيد علينا وعلى امة خيلاء الا الله. الله يخليك يا غالي. متشكرين جدا لذوقك. اتفضل. طيب احنا يعني ايه متهيألي خدنا كده دردشه سريعه لفينا على كل المواضيع الهامه. انا عايز اشكر بس زميلنا عادل عبد الله صديق قسم الفن لاعداده للفقره الحلوه دي. واستنونا في كل جديد وكل مختلف من تلفزيون اليوم السابع. شكرا للمتابعه. الى اللقاء.